هذه الزيارة لجمهورية كوريا الجنوبية زيارة تمثل أهمية كبيرة جدا للعلاقة بين البلدين. دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية علاقاتها تمتد إلى 40 سنة، وبذلك قمنا بتوقيع اتفاقية ثقافية وحوار ثقافي نطلقه هنا من كوريا لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين. أطلقنا عام 2020 عام حوار ثقافي إماراتي كوري. هذا العام سيتمثل بالكثير من النشاطات الثقافية والإبداعية والصناعية والتعليمية التي تختص بها البلدين. طبعا مثل ما ذكرت، هذه علاقة عمرها 40 سنة. العلاقة بين البلدين استراتيجية جدا ومهمة جدا، لذلك مهم جدا أيضا كيف أن احنا نعزز أطر التوافق والتبادل الثقافي بين البلدين. قمنا بزيارة المكتبة الوطنية الكورية، وهناك أيضا سبل للتعاون مع المكتبة الوطنية، واليوم الجامعة الوطنية للفنون الجميلة. هذه الزيارة أيضا سنبدأ بها بكثير من العلاقات الاستراتيجية والثقافية بين جامعات دولة الإمارات والجامعة الكورية للفن الجميل. الاتفاقية تمثل مثل ما ذكرت، هذه الاتفاقية تمثل حوار ثقافي إماراتي كوري. هذه الاتفاقية طبعا موسعة أكثر بين البلدين، وتختص بكيف أن احنا بنقوم بمبادرات مع سواء كانت الجهات الحكومية المحلية في دولة الإمارات وكوريا، سواء كانت في الجانب الثقافي أو الجانب التعليمي. فمثل ما كان عندنا سنوات حوار مع بلدان أخرى، سنة 2020 سنكون عام للحوار الإماراتي الكوري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العلاقات الإماراتية الكورية علاقة استراتيجية خاصة، ودولة الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بهذا النوع من العلاقة، حيث كانت العلاقة في البداية في 2009 علاقة استراتيجية، وتم تطوير هذه العلاقة بعد الزيارات المتبادلة بين الرئيس الكوري في 2018، والتي تلتها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العالي للقوات المسلحة في شهر 2/2/2019، حتى يتم الاتفاق بين البلدين لتطوير هذه العلاقة إلى علاقة استراتيجية خاصة. طبعا هناك زيارات متبادلة ما بين البلدين على مستويات مختلفة، واليوم نرى زيارة معالي الوزيرة نورة الكعبي وزيرة الثقافة والمعرفة، وتوقيع هذه الاتفاقية هي تتويج لهذه العلاقة والاستراتيجية الخاصة لتطويرها في مجالات مختلفة اللي هي مجال الثقافي. وكما تعلمون هناك المركز الثقافي الكوري في دولة الإمارات، حيث أنه هو المركز الثاني في الشرق الأوسط، وهناك سوف يكون عام 2020 سوف يوافق 40 سنة على العلاقات الإماراتية الكورية. طبعا هذا العلاقة الثقافية بيكون هناك حوار ثقافي، فعاليات ثقافية في كل المجالات.